استاذ احمد سعد، كل سنه وانت طيب. انت طيب يا باشا. السنه الهجريه بدات بقى لها كام يوم. منورنا على طول انت دايما. تسلم لي. تسلم. الجميله اللي على اليوتيوب. ربنا يبارك فيك يا رب، ما تحرمش منك. احنا طبعا اخر مره اصطدنا فيها تعبان، التعبان ده كان حامل. كانت التعبانة انثى وكانت حامل، واحنا سميناها كوبا. انا فاكر اليوم ده كويس. احنا كنا وعدنا الناس ان احنا هنفرجهم على كوبا بعد ما تبيض. هشوف كم بيضه، بيضه كم بيضه. تمام. انا هعملها دلوقتي عمليه نقل. تمام. احطها في برطمان واخلي البيض في برطمان، يعني ايه، هعمل لها جو ملاد. شوف يعني انت هتعزل الام عن البيض بتاعها عشان لازم تبردين. البطرمان ضيق عليها زي ما انت شايف. تمام. هنشوف دلوقتي. بص الاول. البطرمان اهو. دلوقتي اهي هنخرج التعبان اهي. تمام. تمام. اهي. ادي التعبان الام اهي. زي ما انت شايف اهو. طبعا هي محبوسه بقى لها فتره دلوقتي، بقى لها اكتر من شهر تقريبا. زياد. حوالي شهر اهو. اخرج البيض اهو. تمام. بص اخوانا اهي بتتحرك قدامنا. بص. وادي البيض بتاعها. استاذ احمد هيورينا البيض. بصوا. بص البيض قد ايه؟ حوالي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 وفي 4 بيضين. تمام. واخد بالك حوالي 22 غير اللي ورا. واخد بالك كتير قوي، كتير وكتير جدا. تمام. فانا هحاول اخد البيض ده. تمام. احطه في البطرمان اللي هحط فيه رمله ده واكمله رمله، بحيث ان انت هتفرخهم هنا ان هم يطلعوا هنا. يعني كمان هم لازقين قوي. تمام. والبايظ هشيله منهم اكيد. طب البايظ انت بتعرفه ازاي؟ بتعرف ان دي بايظه ازاي؟ لونه بيتغير على طول. لونه لازم يتغير. بص البيض اهو ابيض. تمام. هحاول اشيلهم مره واحده زي ما هم كده، واحطه في البطرمان اللي انا جايبه. تمام. واكمله رمله. استاذ احمد، طب كلمني عن الامان، يعني انت بتامن البطرمان ده؟ انت قلت لي قبل كده عندك كام واحده موجودين في البيت؟ كتير، حوالي 22. 22 فرد ولا جوز؟ لا 22 فرد. 22 فرد. السنه دي الجو ما بطلعش كتير يعني. تمام. تمام. وكنت بضرب كتير. كده احنا حطيناهم في الجو اهو، وهنشوفهم بقى يعملوا ايه، هيعفنوا. طب يعني انت كده وفرت لهم جو زي ما الام كانت بتعمل. انت يعني ايه الام اصلا بتدفن البيض بتاعها؟ المفروض انها تدفن البيض. تمام. وتسيبه. تدفن البيض، تولد في مكانها وتدفن البيض وتسيبه. تمام. بس. تمام. وهنجيب الام ونحطها في البطرمان جنب مين. اصلا ايه بس. تمام. انت طبعا كده كانك بتعمل عمليه صيد من اول وجديد ليها، بس طبعا مخلي بالك لان هي بتبقى يعني ايه اكتر شراسه. طبعا لانها جسمها خف عن الاول. تمام. جسمها خف جامد عن الاول. تمام. يعني شايف احنا مطلعين حوالي 22، حوالي 24 بيض. تمام. تمام. منها تخيل بقى هي كانت حجمها عامل ازاي، واللي كانت قد ايه اهي. تمام. بص 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 العصب. بص العصب. بص 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 بتطلع. يعني هي برضو كرافضة ان هي تخش، لان هي كانت جربت الحبس قبل كده. طب هي ينفع كده تعيش قد ايه، مده قد ايه كده؟ انا عندي تعبان بقاله سنتين على الوضع ده، لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. هو بس مجرد ان انت مخرم له زي ما انت شايف، مخرم له البطرمان كده. تمام. بقاله سنتين. طب مستوى الامان في البطرمان بيبقى يعني بتعمل ايه؟ اصل انا يعني انا متخيل ان لو وقع مثلا من حته عاليه ممكن الغطا يطير. بحطهم في، ولا ده بيحصل في السمنه اللي فيها فلوس بس يعني ولا ايه؟ بص انا بحطهم في هدف. تمام. بحيث
بحيث ان مفيش حد يعرف يخش الشركه. تمام، عامل لهم كوتشات كده وحاجات. مفيش حد وبعمل لهم امان. بعمل لهم امان ازاي بقى؟ اجيب دبوس، دبوس ابره. تمام، لما اسخنه واروح ادخله في البطرمان والغطا مفيش حد يعرف يفتحه. بحس ان هو ما يلفش غير لما تشيل الدبوس ده بنفسه من غير معانا بس اللي افتحه. يعني حضرتك عامل لهم زي لوك كده، زي قفل على ال... حطهم في الجنينه جنب البيت، عايز يخش بتاع اي حاجه يمسك البطرمان بس ما يعرفش يفتح الغطا. تمام، ما يعرفش يفتح الغطا. بسخن الدبوس بالولاعه واروح دخل الدبوس كده جوه، ما يلفش البطرمان معاه. طب البيض يقعد قد ايه مثلا متحضن كده ويفقس بعد كده؟ والله احنا بنجرب. يعني ايه، دي التجربه الاولى ليا. يعني انا لما حطيت الموضوع في دماغي قلت لازم اجرب الدوله دي اشوف هيعملوا ايه بالظبط. لان لما البيض بيقعد مع التعبان في البطرمان بيحصل له حاجه، حاله تعفن. دي والده اول امبارح من 3 ايام. بص، يجي 6 بيضات ولا اهو 2 4 6 وادي السابعه اهو بيضين. تمام، دول من مجموع 24 او 25 بيضه تقريبا. في 6 باظوا في 3 4 ايام. في بيولد اكتر من كده، في تعبان بيولد اكتر من كده، 32 34 حاجات جامده. ده حاجه جباره بجد يعني، وحاجه تخوف. طيب انت حضرتك يعني ايه كتبت التاريخ ان هي مثلا باضت النهارده عشان تجرب، عشان اعرف هي البيضه لو هو صح كده في زي ما هي بتعمله. تمام، هياخد قد ايه؟ اصل انا عندي، يعني انا عندي عصافير مربيهم اسمهم سكر ولوز، فانا برضو يوم ما بتبيض بكتب التاريخ ان النهارده مثلا سكر حطت اول بيضه، عشان انا عارف ان هي بتقعد 35 يوم وبنقل، ويعني ليها دوره حياه معينه كده. تمام، فانت برضك اكيد هتمسك تاريخ زي كده برضو، تبقى عارف كل حاجه في التاريخ. احنا عارفين جبناه امتى، جبناه يوم ما صورنا، والصور موجوده وكل حاجه موجوده، كل التاريخ كلها موجوده، عارف انا جبتها امتى وباضت قد ايه. تمام، وبرضه اغيب كده ويعني كل يومين ولا ثلاثه ابص عليهم. تمام. طب بالنسبه للكوبا بالذات يعني اللي هي في ايدينا دي، هل هتفكر ان انت مثلا تصطاد لها حاجه وتحطها لها تاكلها؟ عادي جدا، يعني بما انها بقت عشره عمر دلوقتي يعني، وعايشه معاك بقى اكتر من شهر. بورت صغير سحليه، بيضه عصافير. بلاش عصافير عشان انا عم تصعب عليا الحاجات دي، فبيضه اي حاجه، مش لازم بيضه عصافير، حمام اي حاجه. حطها لها تبلعها عادي. تمام، طيب برضك عايز اسال سؤال، هل يعني احنا نسمع ان العقربه لما بتولد بتموت وعيالها بياكلوها؟ هل نفس القصه برضك مع العقرب، مع التعابين؟ بتبيض. تمام، وبتخرج. تمام، يعني هي بتعمل حفره تسيب فيها البيض وتمشي. هي بتخش في حفره وبوخ، واخد بالك؟ بس يكون بوخ دي اللي هو الاسم بتاع الحفره بتاعت التعبان. ولا هو اي حاجه بتعمل حفره في الارض بتسميها بوخ؟ بنسميها بوخ. تمام، بتخش في حته واسعه شويه كده وتخش البيض تخرج. تمام، وبيقابلنا بقى اللي هو ايه اللي لسه طالع ده. تمام طالع ده تقريبا حوالي شبر الا بيبقى صغير كده ولونه بني شبه الدوده بس على طويل. لا شويه لا صح؟ لا 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 لا، شبه ده بالظبط الخلق الناطق. طب بالنسبة اللي هو البني الرفيع ده، عشان احنا بدأنا نشوفه، هو الزريق والحاجات الكلام اللقرع والزريق والكلام ده. تمام، دي عيالها شبهها بالظبط واخطر منها. يعني الصغير اخطر من الكبير في ايه بقى؟ ان الكبير انت بتشوفه بتعرف تمشي وراه وتجيبه، لكن الصغير اول ما يشوفه تروح دافن نفسه بسرعة من غير ما يكون واحد فنان ما يعرفش يجيبه. هو ده بقى الفرق بين التعبان الكبير والتعبان الصغير. خروجه في فترة الصيف دي وبالذات في شهر 8 بالذات، اللي هو شهر 8 اللي احنا فيه، اللي النهارده نص. خروجه في شهر 8 بالذات. تمام، واول 9 ما تختفوا، اول ما الدنيا بقى تبدا تشتي كده يخرج بقى السنة اللي بعد منها. الحجم 2 في 2، الحجم في 2. يعني الواحد لو مثلا، يعني هو بيعمل بيات شتوي مثلا بيقعد سنة ويطلع، مش يقعد سنة، يقعد حوالي 6-7 شهور اللي هو الموسم بتاع الشتاء لغايه ما يطلع. تمام، ممكن يخش جوه لو هو شب بيبقى 2. انت كنت قلت لي قبل كده ان التعبان بيعيش بال 15 سنه وبال 20 سنه صح؟ كل ما التعبان يكبر كل ما يجيب اكتر،
كل ما يطول ويكبر يجيب كل ما يتقدم في السن كل ما تبيض اكتر الانثى. استاذ احمد بجد يعني احنا بنستفاد لان جبت تعبان اكبر من ده. وكان عندي واحده والدي اصغر من دي تمام. فكل كل كل ما يكون تعبان كبير وحجمه اكبر بيجيب. لا بجد انا بحييك على المتابعه وان انت بتجيب معلومات عن التعبان. اولا انا عارف ان انت بتطلع لوجه الله يعني انت طالع تصطادهم كده عشان تمنع اذاهم زي المبادره. على فكره احنا عملنا مبادره شبيهه للمبادره بتاعتك وانت شاركت معانا. احنا بنطلع نصطاد عقارب برضك علشان نمنع اذاهم عن الناس في اماكن الزراعات والاماكن اللي الناس اللي بتربي فيها الماعز والاغنام والحاجات كده. فيعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. طبعا انا حابب اشكرك على المبادره اللي انت عاملها. والله احنا اللي بنشكر سيادتك على انك انت بتفكر وتيجي يعني انت جاي من موت حد. تسلم تصور معانا وعشان تيجي تشوف احنا بنعمل ايه وايه اللي بيحصل وتوعي الناس تمام. فانا بقول لك والله ده واجبنا ان احنا نبين الناس الشابه اللي زيك اللي بتشتغل لوجه الله اللي هي بتعمل حاجات كده تفيد البشريه. انا طبعا في نهايه اللقاء بشكرك جدا على لسان المتابعين ويعني ربنا يكتر من امثالك وتمنع الاذى عن الناس. تسلم لي تسلم ده شرف لي والله. شكرا استاذ احمد.